لا معنى للفلاحة دون سقى، ولا يمكن السقى دون كهرباء. معادلة جعلت السلطات العليا بالبلاد تسطر برنامجا لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء لمعالجة هذا المشكل الذي أرق الفلاحين لسنوات. استفادت ولاية الجزائر وعلى غرار تقريبا كل الولايات الفلاحية بهذا البرنامج تاع ربط المستثمرات الفلاحية. استفادت هذه الولاية بربط 42 مستثمرة فلاحية على مستوى كل البلديات، وهذا لهدف أسمى، هو أننا نضعف من الإنتاج ومن المردودية. توجهنا إلى منطقة جسر قسنطينة، أين عانى صاحب حقل الحمضية هذا الأمرين في سبيل سقي حقله، لكن اليوم جاء الفرج بعدما تم ربط مستثمرته بالكهرباء. كنا عندنا مشاكل كبيرة بالكهرباء هذه، وماذا بينا احنا تكون كهرباء مليحة هنا باش الإنسان يكون يدير مشاريع أكثر من هذه. في منطقة سحولة كذلك فلاحون عانوا كثيرا، لكنهم رفعوا التحدي واليوم يجنون الثمار. نقول لك الربط الكهربائي هذا زاد لنا إضافة على كل حال المستثمرة، ويساعدنا الأكثر أنه ندير ستاسيون دو بومباج هنايا باش يديروا العملية تاع التقطير. نظرا لأهمية الكهرباء الفلاحية، تسابق مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز الزمن لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتقديم تسهيلات كبيرة للفلاحين. احنا طلب كي نتلقاوه في إطار هذا البروجي، هذا المشروع، نقوم بالربط بلا ما نستقبلوا المستحقات باش نمشوا هذا المشروع اللي هام للبلاد والمتمثل في إطار وطني على كل حال. هي عينة من عمليات ربط المستثمرة الفلاحية بالكهرباء، مشروع من شأنه الدفع قدما بهذا القطاع الذي أثبت جدارته، خاصة أثناء فترة انتشار وباء كورونا، ما يستدعي مزيدا من الاهتمام لجني المزيد من الثمار.